بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 93، الدرس 3 في الاقتصاد الجزئي تحت عنوان نظرية العرض، Lesson number 3 Microeconomics Theory of Supply. نقدمه إن شاء الله ابتغاء لوجه الله تعالى، آملا أن يكون فيه الفائدة العظمى لطلبتنا الأحباء في أقسام الاقتصاد والإدارة والتسويق وإدارة الأعمال في كل الجامعات العربية والإسلامية. وعلى بركة الله نبدأ. لابد بداية عندما نتحدث عن نظرية العرض Theory of Supply أن نفرق بين مفهومين. المفهوم الأول هو الكمية المعروضة من سلعة ما Quantity supplied of a given commodity، والعرض من السلعة Supply from or of that or from that commodity. تعرف الكمية المعروضة من سلعة ما بأنها الكمية التي يخطط، هنا يعني وضعتها بالأحمر حتى أميز، يخطط المنتجون العارضون هم البائعون لبيعها وعرضها من السلعة، لعرضها طبعا بيعها من السلعة مقابل أسعار محددة خلال فترة زمنية معينة، وسأوضح ذلك إن شاء الله من خلال أمثلة. وقد ترجم علماء الاقتصاد هذه العلاقة بين الكمية المعروضة من جهة التي يخطط المنتجون لعرضها مقابل أسعار معينة خلال فترة معينة، ترجموها على شكل قانون سمي قانون العرض Law of Supply، الذي يقول بأن الكمية المعروضة من سلعة ما تتناسب طرديا مع سعرها، أو يعني باللغة الإنجليزية واللاتينية The quantity supplied of a given commodity is directly related to its own price. فكلما ارتفع السعر ارتفعت الكمية المعروضة شرط بقاء العوامل المؤثرة الأخرى ثابتة. هذا المصطلح اللاتيني الذي يشير إلى شرط بقاء العوامل المؤثرة الأخرى ثابتة، وكذلك الأمر إن شاء الله سأشرحه بعد قليل. على سبيل المثال يقول الجدول الآتي بأن هناك خيارات متعددة أمام هذه المنشأة أو المنشأة التي تعرض. عندما كان سعر بيع هذه السلعة، نتحدث أي سلعة نتحدث عنها، عندما كان السعر 5 كانت الكمية المعروضة 1، عندما ارتفع السعر من 5 إلى 7 أصبحت الكمية المعروضة 2، عندما ارتفع السعر من 7 إلى 8.5 ارتفعت الكمية المعروضة من 2 إلى 2.8، وهكذا إلى أن ننتهي بآخر خيار كمثال هنا، عندما أصبح السعر 45 أصبحت الكمية المعروضة 20. ما يعني الآن بأن العلاقة الطردية بين الكمية المعروضة من جهة وسعر السلعة أو السلعة في السوق من جهة أخرى. يمكن لنا الآن أن نترجم هذا الكلام بيانيا. أرجع إلى الجدول السابق بخيارات متعددة، خيارات A B C D F أو الالترناتيف نسميها. هنا عندما كان السعر 5 كانت الكمية المعروضة 1، عندما أصبح 7 السعر أصبحت الكمية المعروضة 2، وهكذا إلى أن ننتهي عندما ارتفع السعر إلى 45 أصبحت الكمية المعروضة 20 وحدة. وأنا الآن يمكن ترجمة هذا الكلام على شكل رسم بياني. على المحور الأفق الكميات المعروضة أو الكمية المعروضة، على المحور العمودي السعر المقابل خلال فترة زمنية معينة طبعا. فالخيار A أو الزوج المرتب A بيقول أنه عندما كان السعر 5 كانت الكمية المعروضة 1، وبالتالي أفقيا نأخذ الكمية 1 وعموديا السعر 5 5، فهذه النقطة A تشير إلى 1 و5، أفق عمودي كمية معروضة وسعر عرض. عندما ارتفع السعر إلى 7 أصبحت الكمية المعروضة 2 7 2، فالزوج المرتب 2 7 2 7، المحور 2 أفقي 7 عمودي، وهكذا لبقية النقاط حتى أنتهي بهذه النقطة اللي هي عندما ارتفع السعر إلى 45 أصبحت الكمية المعروضة 20. فإذا شبكت هذه النقاط ببعضها البعض أحصل على ما يسمى بمنحنى العرض، هذا الخط الأزرق الغامق السميك. ما يعني بأن التغير في الكمية المعروضة change in quantity supplied هو انتقال، التغير في الكمية المعروضة هو انتقال من نقطة إلى أخرى على منحنى العرض، لم أذهب يمينا أو إلى شمالا، بل بقينا على نفس على منحنى العرض نفسه، لكن انتقلنا من نقطة إلى أخرى.
ما يعني بأن التغير في الكمية المعروضة هو تعريف جديد الآن. التغير في الكمية المعروضة هو انتقال من نقطة إلى أخرى على منحنى العرض ذي الميل الموجب، ميله موجب، بمعنى آخر بأن العلاقة بين الكمية المعروضة من السلعة وسعرها علاقة طردية أو positive relationship أو direct relationship. الآن أما العرض مقابل الكمية المعروضة الآن، ها، أما العرض supply فهو علاقة تبين الكميات التي يخطط البائعون أو العارضون لعرضها من سلعة ما مقابل مستويات متعددة من الأسعار خلال فترة زمنية معينة. لاحظوا نفس قانون الطلب، لكن نأخذ بعين الاعتبار آخذين العوامل المؤثرة الأخرى مثل تقنية الإنتاج وعدد العارضين المنتجين والتوقعات بعين الاعتبار. وبالتالي لم يعد فقط انتقال من نقطة إلى أخرى على المنحنى نفسه، الآن سنمثل التغير في العرض على شكل إزاحات إما لليمين أو اليسار بمنحنى العرض، وسأبين ذلك من خلال الأمثلة المتعددة. هناك مفهوم آخر مهم جدا عندما نتحدث عن نظرية العرض، اسمه مفهوم عرض السوق (Market Supply). في عند منشأة، لنفترض بأن هناك منشأة تنتج سلعة ما، كأن نقول طوب حراري لأغراض البناء. هذه المنشأة اسمها المنشأة ألف، لكن هناك منشآت متعددة تنتج السلعة ذاتها بمواصفات ربما تختلف بين منشأة أخرى، لكن على الأقل في هناك مواصفات موحدة. هناك منشأة باء جيم دال وهكذا. وبالتالي الآن عرض السوق يتكون من عرض كل هذه المنشآت إذا جمعناها جمع. أوكي؟ فلنفترض بأن الآن المنشأة التي يمتلكها أحمد مقابل المنشأة التي يمتلكها عبد الله مقابل المنشأة الثالثة التي يمتلكها سالم. فالكوانتيتي سبلايد هاي الأسعار 5 7 8 ونص 9 15 26 45 السابقة، لكن الكميات المعروضة على سبيل المثال من المنشأة التي يمتلكها أحمد كانت مقابل السعر 5 نصف وحدة. عندما ارتفع السعر إلى 7 أصبحت الآن 1.2 بالعشرة، عندما ارتفع السعر إلى 8.5 أصبحت الكمية المعروضة 2، وهكذا إلى أن ننتهي بأنه عندما ارتفع السعر 45 لمنشأة أحمد اللهم كانت الكميات المعروضة 28، في حين أن المنشأة المملوكة من قبل عبد الله كان البيانات كما يلي، كانت البيانات كما يلي: عندما كان السعر 5 الكمية المعروضة 1، عندما ارتفع السعر إلى 7 أصبحت 2، عندما ارتفع السعر إلى 8.5 أصبحت الكمية المعروضة 2.8 بالعشرة، وهكذا إلى أن ننتهي عندما ارتفع السعر إلى 45 أصبحت الكمية المعروضة 20. وأخيرا سلوك المنشأة المملوكة من قبل سالم كان كما يلي: عندما كان السعر 5 كانت الكمية المعروضة 2 كما نلاحظ، عندما ارتفع السعر إلى 7 أصبحت الكمية المعروضة 3، وهكذا إلى أن ننتهي عندما السعر أصبح 45 كانت الكمية المعروضة 40. وبالتالي هذا العرض من قبل منشأة أحمد يختلف عن العرض الذي قامت به منشأة عبد الله، وأخيرا يختلف عفوا عن العرض الذي قامت به منشأة سالم. كيف نحصل الآن على عرض السوق، يعني العرض من سرعة ما من قبل كل المنشآت؟ نقوم بالجمع اسمه يسمى الجمع الأفقي، وسأوضح ذلك كما يلي. بواسطة الجمع الأفقي اللي هي horizontal summation نحصل على جمعنا كل القيم مقابل أسعار معينة. أرجع إلى الخلف قليلا بعد إذنكم، السعر 5 7 بقيت الأسعار موحدة للجميع، لكن نجمع العرض مقابل سعر 5 الذي قامت به منشأة أحمد مقابل العرض الذي قامت به منشأة عبد الله وأخيرا منشأة سالم، وهكذا فنحصل على 2 1 3 3.5 وهكذا البقية. فنلاحظ هنا أنه مقابل السعر P 5 الكمية المعروضة من قبل كافة المنشآت يساوي 3.5، عندما ارتفع السعر إلى 7 العرض من كافة أو الكميات المعروضة من كافة المنشآت كان 6.2 بالعشرة، عندما ارتفع السعر إلى 8.5 أصبحت الكمية المعروضة من كافة المنشآت 8.8 بالعشرة، وهكذا إلى أن ننتهي بأنه عندما كان السعر 45 كانت الكمية المعروضة من قبل كافة المنشآت 88 وحدة. وبالتالي الآن جمعنا
منحنى العرض لمنشأة أحمد، ومنحنى العرض لمنشأة عبد الله، ومنحنى العرض لمنشأة سالم، جمعناهم جمعا أفقيا حتى نحصل على عرض السوق اللي هو مارك السبلاي. الآن التغير في العرض، تحدثنا قبل قليل عن التغير في الكمية المعروضة. يجب أن نفرق بين التغير في الكمية المعروضة، وهو انتقال من نقطة إلى أخرى على منحنى العرض نفسه. أما التغير في العرض يحدث عندما يتغير واحد أو أكثر من محددات العرض، determinants of supply، محددات العرض التي سأذكرها بعد قليل نسميها إحنا determinants of supply، أي العوامل المؤثرة في العرض باستثناء سعر السلعة المعنية. يعني إن بقي إن تغير كذا لا نتحدث عن تغير في العرض، إنما نتحدث هناك إذا تغير السعر نتحدث عن تغير في الكمية المعروضة، لكن التغير في العرض مقصود به إذا تغير أحد العوامل أو كلها اللي نسميها محددات العرض. وعادة ما يعبر عن التغير في العرض على شكل إزاحة تامة complete shift أو perfect shift في منحنى العرض إلى اليمين أو اليسار حسب معطى الحال. محددات العرض هي: أول محدد أسعار السلع الأخرى prices of other related goods، أسعار السلع الأخرى المرتبطة بالسلعة، وهذه السلع إما أن تكون سلع بديلة في الإنتاج substitute in production، أو سلع متممة في الإنتاج complement in production. سأوضح ذلك بعد قليل، لكن أذكر أحبائي الطلبة بأن مفهوم الطلب، تذكروا بالمقطع رقم 2 عن نظرية الطلب، هناك تغير في الكميات المطلوبة اللي هو انتقال من نقطة إلى أخرى على منحنى الطلب ونفسه. أما التغير في الطلب فهو إزاحة تامة في منحنى الطلب إلى اليمين وإلى اليسار، وبينا ما هي محددة الطلب. في هذا الآن الجزء نتحدث عن التغير في العرض، إزاحة تامة في منحنى العرض إلى اليمين أو اليسار حسب تغير أحد محددات الطلب، ومن أهمها أسعار السلع الأخرى المرتبطة بالسلعة، وهذه السلع إما أن تكون سلع بديلة في الإنتاج أو سلع متممة في الإنتاج، إن شاء الله سأوضحها. أسعار مدخلات الإنتاج هي محدد آخر، المواد الاقتصادية، أجور العمالة إذا تغيرت، أثمان المواد الخام إلى إذا تغيرت، كلفة الإنتاج إلى تغيرت، وهكذا، فهي من محددات العرض. عدد المنتجين كذلك أمر من أهم محددات العرض، اللي هم عدد العارضين أو البائعين number of suppliers، وهنا طبعا price of resources. وأخيرا طبعا من نتحدث احنا عن محددات المهمة جدا جدا التي تخوض بها النظرية الاقتصادية. ربما إذا واحد منا فكر بعمق ربما يجد محددات أخرى، لكن نأخذ نحن أهم أربعة محددات. فآخر محدد رئيسي هو تقنية الإنتاج production technology. الآن الكمية المعروضة على المحور الأفقي، سعر البيع أو العرض على المحور العمودي، هاي عندي العرض S1 اللي هو كناية عن أنه كان الآن العرض في هذا الموقع. الإزاحة إلى اليمين من S1 إلى S2 تعني زيادة في الكمية في العرض، زيادة في العرض ليس زيادة في الكمية المعروضة، اللي هي انتقال من نقطة إلى أخرى على نفس المنحنى. لكن إذا انتقل المنحنى من هذا الموقع على سبيل المثال إلى هذا الموقع على سبيل المثال، فهذا يعني أنه تغير العرض أي زاد العرض. أما الإزاحة إلى اليسار من S1 مثلا إلى S3 أو من S2 إلى S3 يعني ذلك أنه انخفض العرض، بمعنى آخر أنه تغير أحد محددات العرض وأثر سلبا على العرض من هذه السرعة. فهذه الإزاحة إلى اليمين تعني زيادة في العرض، وإزاحة إلى اليسار تعني انخفاض في العرض وليس الكمية المعروضة، تذكروا لطفا. التغير في العرض، كيف يؤدي التغير في أحد أو كل محددات العرض إلى تغير في العرض؟ تتأثر المنشأة خلال عملية الإنتاج بحركة أسعار السلع التي تنتجها أو ينتجها غيرها في سوق. نفترض أنه في تنافس بين المنتجين المختلفين، وبالتالي إذا تغيرت الأسعار تبدلت الأسعار فإنها تتأثر منشأة عمليتها، وتتأثر كذلك أمر بكميات الإنتاج التي ينتجها الآخرون. ولا بد للمنشأة من اتخاذ قرارات حاسمة عندما تتغير ظروف الطلب والعرض، وأن تستجيب لقوى السوق عندما تتحرك هذه القوى.
دعنا نفترض هنا مثال طبعا من السوق وهو مثال حقيقي، لكن اخترت أسماء يعني مجازية هنا حتى تعبر. هناك سيدة اسمها راية، دعنا نفترض على سبيل المثال بأن السيدة راية تمتلك أو تملك مصنعا لمعجون الأسنان فيه ثلاثة خطوط للإنتاج. ينتج الأول المعجون العادي رخيص الثمن، وينتج الثاني معجونا متطورا يتم تصنيعه للأسنان الحساسة وهو أغلى من المعجون العادي. أما الخط الثالث فهو ينتج معجون آخر أو أنه احتياط لا يستعمل أو لا يستخدم إلا في وقت الحاجة. الآن خطوط الإنتاج، هاي الرسمة البيانية بتقول لي أنه أنا عندي خط الإنتاج الآن معجون عادي، أني خط إنتاج آخر معجون الحساسية أوكي المضاد الحساسي، وهنا خط إما بنتج عليه صنف آخر أو أنه في بعض الأحيان خط احتياطي، إذا تعطل واحد من هذه الخطوط فبستخدمه كخط احتياط. هذه خطوط الإنتاج في مصنع السيدة راية. الآن اللافت في المصنع هو أن الإدارة تستطيع استعمال خطوط الإنتاج الثلاثة في تصنيع منتج واحد معجون من نوعية واحدة، يعني استطيع أن أوظف ثلاثة خطوط أن أنتج معجون من نوع واحد، أو بالشرح كما شرحت سابقا أنه في المعاجين مختلفة. كان عرض يعني كمثال يعني كان عرض منشأة السيدة راية من المعجون العادي ومعجون الحساسي كما يلي: 1500 وحدة يوميا من المعجون العادي و750 وحدة يوميا من معجون المضاد الحساسي، وكان سعر بيع الوحدة دينار ونصف وحدة للمعجون العادي ودينارين ونصف للوحدة الواحدة من المعجون المضاد الحساسي. نتيجة لأسباب متعددة زاد الطلب بشكل كبير على المعجون الخاص بالحساسية، وحيث أن ذلك سيدر ربحا إضافيا للمنشأة فقد قررت راية تشغيل الخط الثالث باعتباره خط احتياط في إنتاج المعجون المضاد الحساسية، ثم تقسيم الزمن الذي يعمل به الخط الأول مناصفة بين إنتاج المعجون العادي وإنتاج المعجون المضاد الحساسية إيش حتى تجني أرباحا أكثر. ما الذي حدث؟ ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه الآن العرض من معجون المضاد للحساسية كان قبل زيادة الطلب عليه كان عند الموقع S1. نتيجة زيادة الطلب قامت الشركة أو هذه المنشأة بالاستجابة لطلبات السوق، فانتقل منحنى العرض من S1 إلى S2، أي زاد العرض من 750 وحدة يومياً إلى 1500 وحدة يوميا حتى وأن بقي السعر دينارين ونصف لكل وحدة. زاد العرض عرض المنشأة من المعجون المضاد الحساسي من 750 إلى 1500 وحدة يعني يوميا، على الرغم من بقاء سعر بيعه عند المستوى 2.5 دينار أو دينارين ونصف لكل وحدة. أما منحنى العرض للمعجون العادي فقلنا احنا يعني قامت الان بتخصيص الوقت الذي يعمل به خط الانتاج المعجون العادي مناصفا بين المعجون العادي والمعجون الاغلى اللي هو يجني ارباحا اكثر. اما عرض المعجون العادي فقد انتقل من موقع S1 الى موقع S2 كما في الشكل التالي طبعا، ما يعني بان الانتاج قد انخفض من 1500 وحده كمثال يوميا الى 800 وحده يوميا، على الرغم من بقاء سعر بيع الوحدة الواحدة من المنتج عند مستوى دينار نص الوحدة كمان نلاحظ. أوكي؟ الآن تسمى السلعة التي يمكن استبدالها بسلعة أخرى على خطوط الإنتاج سلعة بديلة في الإنتاج substitute in production، أي أنها سلعة يمكن تخفيض الإنتاج منها أو توقيفه أو توقفها تماما من أجل زيادة الإنتاج من سلعة أخرى بديلة في الإنتاج، لأنه المنشأة عقلانية وتريد أن تحقق أرباح أكثر. استكمالا للمثال، كانت السيدة راية غنية وقد امتلكت أكثر من منشأة في مجالات صناعية وتجارية متعددة، ومن جملة ما امتلكته السيدة راية كانت شركة تعمل في صناعة المواد الغذائية ومشتقات الألبان dairy products هاي، وأخرى تعمل في قطاع الإنشاءات وبناء المساكن والشقق السكنية. كان المصنع الذي يقوم بتحضير مشتقات الألبان يعرض كميات محددة من لبن المخيط
واللبن العادي، اللبن المخيط واللبن العادي أرجو أن تكون يعني باللغة العربية معروفة طبعا. وينتج ويعرض الزبدة والجبنة، ونتيجة لزيادة الطلب على سلعة الزبدة خطط الشركة أن تزيد العرض منها كي تجني مزيدا من الأرباح. لكن سلعة الزبدة اللي هي دهون الحليب تأتي كمنتج أولي، ويأتي لبن المخيط كمنتج ثانوي. بمعنى آخر، حتى أنتج الزبدة لابد من أن أنتج اللبن الرائب، يدخل في عملية خض وما يسمى بالطرد المركزي فينتج زبدة. إذا الآن الزبدة هي المنتج الأساسي، لكن بنتج عنه اللبن المخيط اللي بيكون حامض الطعم، وبالتالي في عندي سلعة أساسية وأنا أسعى إلى أنتج لها الزبدة، والسلعة الثانوية التي أتت بالطريق نسميها باي برودكت اللي هي المخيط. كان سعر بيع لبن المخيط دينار ونصف بكمية عرض مقدارها 1000 كيلوغرام يوميا. أما سعر بيع الزبدة اللي هو دهون الحليب فكان 3 دنانير لكل كيلوغرام بكمية عرض مقدارها 650 كيلوغرام يوميا. ما الذي حدث؟ الآن ما نلاحظ هو أن منحنى عرض سلعة لبن المخيط قد انتقل إلى اليمين من الموقع S1، لاحظوا لبن المخيط، إلى الموقع S2، فزاد العرض منه من 1000 كيلوغرام يوميا عند السعر دينار ونص إلى 2500 عفوا 1000 1000 1000 دينار 1000 كيلوغرام يوميا مقابل دينار ونصف الكيلو الى 2500 دينار، على الرغم من بقاء سعر البيع عند المستوى نفسه. لم يحدث تغير في سعر لبن المخيط، لكن نتيجة لحاجة المنشأة لزيادة انتاجها من الزبدة، لبن المخيط جاء كسلعة ثانوية فزاد العرض منه عند المستوى سعر دينار ونصف من 1000 وحدة إلى 2500 وحدة، أو من 1000 كيلوغرام إلى 2500 كيلوغرام. السلعة التي يتم إنتاجها كتابع لسلعة أو سلعة أخرى تسمى سلعة متممة في الإنتاج، complement in production. يعني الآن أنا بدي أصنع زبدة، أريد أن أصنع زبدة، لكن يأتي في طريقي إلى صناعة زبدة سلعة أخرى نسميها السلعة الثانوية. في حالة الزبدة بيطلع عندي لبن المخيط وهكذا. ويؤدي ارتفاع إنتاج السلعة الأصلية اللي هي في هذه الحالة الزبدة إلى زيادة العرض منها حتى ولو بقي سعرها ثابت. وفي الشكل نرى أن العرض من سلعة لبن المخيط قد زاد من 1000 كيلوغرام عند السعر 1.5 إلى 2500 إلى 2500 حتى ولو بقي سعر السلع عند مستوى دينار ونص. السلع الأصلية زبدة أدت إلى إنتاج زيادة العرض من لبن المخيط أو العكس حتى. الآن أسعار مدخلات الإنتاج باعتبارها من محددات العرض. تتابع السيدة رايا شركاتها عن كثب، وتتابع أسعار السلع التي تنتجها وأسعار المواد الخام التي تدخل في صناعتها. تدخل في صناعة المساكن والشق السكني كثير من مدخلات الإنتاج كالأرض التي تقام عليها المشاريع السكنية والرمل والإسمنت وأحجار البناء والطوب والحديد والخشب وأسلاك الكهرباء وأشياء أخرى متعددة، منها الأيدي العاملة وآلات الخلط. هذه شركة السيد رايا، شركة الإنشاءات طبعا. الآن تتحرك كلفة الإنتاج بشكل ملفت بين الفينة والأخرى، وذلك بسبب تغير كلفة أو أسعار مدخلات الإنتاج. وعلى سبيل المثال تتغير أسعار الأراضي صعودا وهبوطا كنتيجة الأحوال الاقتصادية السائدة، لكن سعر الأراضي المخصصة للبناء حافظ على اتجاه تصاعدي في معظم دول العالم، ويعود السبب في ذلك إلى تزايد عدد السكان وتحسن مستوى الدخل وزيادة النشاط الاقتصادي بشكل عام. كما أن أسعار المدخلات الأخرى قد حافظت على اتجاه تصاعدي، ولو وقد لوحظ عفوا على سبيل المثال أن أسعار حديد البناء قد ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، ثم هبطت ثم ارتفعت واستقرت عند مستويات عالية نسبيا، شأنها في ذلك شأن السلع الأخرى. يتأثر عرض المساكن والشقق السكنية بتوافر مدخلات الإنتاج ومعدل أسعارها واستقرار هذه الأسعار، لأن تقلب الأسعار يربك المنتجين ويربك خططهم وتوقعاتهم. الآن في ذات صباح استكمالا لقصتنا مع السيدة رايا، تسلمت السيدة رايا رسالة من الشركة التي تورد سلعة الطوب الحراري إلى شركة البناء والإنشاءات التي تملكها.
تخبرها الشركة هاي الموردة بأن سعر الطوب الحراري قد ارتفع بمقدار 3 أضعاف بسبب ارتفاع سعر مادة المغنيسيا الداخلة في صناعة هذا النوع من الطوب، وقد أصبح هذا الطوب من المدخلات الضرورية في بناء البيوت والشقق السكنية لأنه يحافظ على التدفئة في الشتاء والتبريد في الصيف، كما أن استخدام المغنيسيا قد أصبح متطلبا قانوني الحصول على رخصة الرخصة المباشرة في البناء اللي هو المغنيسيا الداخلة في صناعة الطوب الحراري. الآن بمعنى آخر لا نستطيع إنتاج هذه المساكن من غير هذا الشكل أو النوع من الطوب هذا. هذا تدخل فيه مادة المغنيسيا حتى تكون مادة عازلة تبقي على التدفئة أو تبقي على التبريد. ما الذي حصل الآن؟ فكرت سيدة رايا بما يمكن فعله تحت هذه الظروف الصعبة، وخاصة أن ارتفاع سعر مدخل الإنتاج الرئيسي يسبب ارتفاعا كبيرا في كلفة الإنتاج عند شركة البناء، وقررت بعد حين أن تخفض من عدد المساكن والشقق التي تبنيها. يمكن تخيل هذه الحالة بيانيا كما يلي. نلاحظ على أنه منحنى العرض من الشقق السكنية كان عند أسوان، انتقل إلى الخلف إلى اليسار إلى أستو. بمعنى آخر حتى وأن بقيت أسعار الشقق أو هالوحدات من السكنية عند 50,000 دينار لكل وحدة، لكن العرض انخفض من 1,000 وحدة يوميا أو شهريا، عفوا يجوز ربما يكون رقم بالغ فيه لكن إحنا بهمنا المبدأ، من 1,000 إلى 700 وحدة. كانت محصلة هذا القرار هو انتقال منحنى عرض الشقق اليسار موقع أسوان إلى موقع أستو، وانخفض العرض من 1,000 شقة سنويا، طبعا هنا خطأ طبعا بعتذر منه، شقة سنويا عند سعر 50,000 دينار للشقة إلى 700 شقة سنويا عند السعر نفسه. الآن المحدد الثالث عدد المنتجين عرضه باعتبارهم محددات العرض. يكون لعدد المنتجين في أي صناعة أو أي صناعة كانت أثر فعال في تحديد العرض من السلعة التي تنتج صناعتهم. وعلى سبيل المثال كان عدد المنتجين في مجال الحاسوب الشخصي يقتصر قبل 30 عاما على عدد قليل من الشركات العربية مثل IBM، إيسر، توشيبا وهكذا، وكان عدد الحواسيب المنتجة سنويا قليلا نسبيا. وبعدما أثبتت هذه الصناعة نجاحها وتبين من نشاطها أن الشركات الصناعة كانت تجني أرباحا كبيرة، دخل إلى سوق هذه الصناعة منتجون جدد وأغرقوا الأسواق بمنتجاتهم المتنوعة ذات الجودة العالية والسعر المنخفض. لاحظوا أنه عدد المنتجين زاد. يمكننا تخيل منحنى العرض لسرعة الحاسوب الشخصي من مواصفات معينة كالقدرة التخزينية والسرعة والبرامج التي يعمل عليها واوا كما في الشكل التالي. نلاحظ الآن أنه نتيجة لدخول عدد منتجين آخرين، عدد يعني دخل منتجون آخرون، عارضون آخرون، شركات أخرى على إنتاج الحواسيب الشخصية، فأدى ذلك إلى انتقال منحنى عرض الحواسيب أو حاسوب بمواصفات معينة من الموقع أسوان إلى الموقع أستو، حتى وأن بقي السعر عند مستوى P على سبيل المثال، لكن العرض زاد من Q1 إلى Q2. هنا الآن هذا الزيادة نتيجة أنه مثلا كان عدد المنتجين سابقا عند أسوان 10، الآن بعدما أصبح عدد المنتجين 30 الآن بنلاحظ على أنه زاد العرض من Q1 إلى Q2. تقنية الإنتاج وهي آخر محددات العرض الرئيسية التي تحدث عنها. تقنية الإنتاج باعتبارها من محددات العرض، تؤثر تقنية الإنتاج بشكل فاعل في عرض السلعة. ولو تأملنا حجم الإنتاج من أي سلعة قبل عدة سنوات وكيف أصبحت الآن بعد تطور تقنية الإنتاج وخاصة دخول التقنية الرقمية على مشهد الإنتاج، لاكتشفنا مدى التطور في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات. نلاحظ الآن هذه البيوت البلاستيكية أو ما يسمى بالجرين هاوس. الآن هذه التقنية لم تكن معروفة قبل 50 أو 60 عاما، يعني على نطاق تجاري واسع. بعدما دخلت إلى يعني المجال الزراعي زاد الإنتاج الزراعي، ليس فقط زيادة كمية لكن نوعية، زائد أنه أصبح قادر، يعني هذه الصناعة أصبحت قادرة على تزويد السوق بمنتجات لم يكن يتأمل أن يحصل عليها في بعض المواسم.
مثلا قبل 40 عاما كانت بعض السلع الزراعية كالبندورة اللي هي الطماطم والخيار والقثاء والكوسة واليقطين وما شابه لا تتوافر إلا في موسم واحد فقط وهو فصل الصيف، ولهذا السبب كانت هذه السلع تسمى المحاصيل الصيفية. ومع تطور تقنيات الإنتاج وبخاصة البيوت الزجاجية الجرين هاوسز والهندسة الوراثية زاد الإنتاج من هذه المحاصيل بشكل لم يتخيله إنسان من قبل. واستطاع المهندسون الزراعيون يساعدهم علماء الوراثة ليس فقط بمضاعفة الإنتاج عدة مرات بل في توفيره على مدار الساعة. يمكننا تخيل التغير في العرض بالشكل الذي شرحناه في الأمثلة السابقة. وعلى سبيل المثال لو كنا نتحدث عن سلعة الطماطم، كيف كان العرض منها قبل 20 عاما وكيف أصبح الآن؟ لتبين لنا الإزاحات، عفوا هذا الخطأ الطباعي، الإزاحات الكبيرة التي شهدها منحنى العرض في كل الأسواق. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة من أجل تعميم المعرفة العربية. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله.